ازيكم يا شباب؟ معاكم حلقه جديده مع اي سي تيوب جيمنج. النهارده هنلعب لعبه بلاك اوبس 3 مالتي بلاير حبا اونلاين مع العيال. طبعا اللعبه دي للكمبيوتر يا شباب، ان شاء الله نظبط الاداء. طبعا السلاح بتاعي ظبطته والله، ويعني متفائل ان شاء الله انا اعرف اظبط الاداء. بس معانا في عيال ليفلات عاليه والله، في 500 وشويه، مش عارف هقف ضده ازاي، بس قشطه يعني. انا عارف يا شباب في واحد ده انا بتخيل يا راجل. يلا ركز، يلا ركز، انا اشوف عقلته ورب. في واحد جاي من ناحيه يا شباب. اوه الخفاشه ده راح مين ده؟ جا منين ده؟ طار ازاي ده؟ يا سوس انا شفته على الماء والله، بس ما خدتش بالي هو بينط الصوص. ها جاي لك يا حبي. ركز يا برزيس، ركز يا بطل. فعلا بتيجي من هنا، انا عارف فعلا هتيجي من هنا، انا عارف هتفرمني. هو الصوص تم الجل شباب، الحمد لله اول واحد اهو. يلا يا مساعد، لا ده معانا في التيم يا عم. انت لا يا عم، لا 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 في ده العيال بتلخبطني في الجيم. ركزوا يا جدعان، وهات ورا ده. الله عليك يا بطل، في واحد هنا اكيد جاي من هنا اكيد. يلا يا بطل اجري، حلو عايزين بقى نلف له من ورا. قشطة عليك، يلا خلي بالك الجيم دي لازم تكون محرص قوي. اوعى على ايوه حلو، الله عليك قضينا على واحد. اوه انت معاك سنايبر، الله عليك صوت. طيب مات شباب، الولا معايا في التيم الصراحه ظابط الاداء. يلا 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 روح من الناحيه دي، يلا شوف اي حد يطلع. اوه الماب اهي يا شباب، يقول لي مكانهم فين. انا رايح لكم جاي لكم يا جدعان. اوه انت برضه ترست قاعده، انت ما بتزهقش كل مره الاقيها في وشي دي، كرهتني في الجيم. يلا بوشها النحس يا شباب، خلي بالك. يلا بطل، وفي واحد هنا، في واحد هنا. اوه الولا كهربني. اوه انت رحت فين؟ شكله واقف فوق السوسه. مستخبي في انا ده يا ضخر بيتك. اهو السوسه واقف هنا، الواقف كان واقف هنا السوسه، اختفى مات. ها؟ اول ما طلعت له مات من خوف. ايوه خلي بالك يا لوزيس، حلو جلدنا واحد يا شباب، خلي بالك. اوه ايه اللي مرمي هنا؟ حلو. بتعمل ايه؟ تمام مش عليك. اوه يلا اجلد اجلد، يلا مش عايز تيجي فيك، نصيبك بقى. في واحد تاني اعتقد جاي من البوابه دي، في كذا واحد، انا عايزه بس ايه امنه شباب. الولا ده كمبر قاعد مستني يا عم، روح ادخل زي ابو لاسيس كده اجلد يا عم اجلد، ما تخافش واحد اكيد بسنايبر هناك. يلا 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 ان شاء الله احنا نجيبه. قشطه عليك تيم معايا ظابط الاداء، قشطه عليكم يا تيم، ان شاء الله احنا هنكسب بقى يا شباب. تمام وضع مستقر، ولا لسه قاعد مقلق من ساعتها يا عم. احنا جلدنا العيال خلاص. يلا بطل تعالى بقى هنا شويه زعيم، عيب عليك تعالى هنا مش هسيبك ورب تفلت. اوه في واحد تاني ورايا يا شباب كان بسنايبر. ها ماشي يلا انا جاي لك يلا صغير يلا يلا. فين الولد؟ جاي لك يا وحش، جاي لك يا حب. انا معايا العربيه، هنزل لك العربيه تجلدك دلوقتي. استنى تقف هنا، عايزين حته كده تكون استراتيجيه. اه خلينا نقف جنب المدفع ده. طب المكان ده حلو، اقف هنا فوق السرير تخبى يا بطل، نزل العربيه يا بطل يلا اجري. تمام انا عايز بقى ايه استخبى لهم في مكان. اعتقد العيال هتيجي من هنا كتير. اه استنى كده شويه، استنى كده استخبى. تمام اطلع بسرعه. اهو في واحد اهو شفته شباب، اهو 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 اجلد يا الله عليك يا ولاسيس، جلدت الولا يا جدعان. اوه في عيال جايه منين؟ جايه منين؟ المدفع شغال واقف حلو، هم اكيد هيجوا من هنا. اوه اخ البتاع علم وانا ما دوستش، اتاخرت في الدوس شباب، رغم ان هو باين عندي على البتاع الشاشه دي مرت شباب. فكان في واحد بس انا ما خدتش بالي، هو قلت مش معقوله يكون واقف يا عم. انت قلقتني يا عم، انت في يا عم انت في يا راجل، انت ما تجننيش يا جدعان. خلي بالك ولا السنايبر ده احدث. تمام الولا قضى عليه، اشفع عليك يا حبي، خش هنا يا بطل، اكيد في بلاوي سودا. اوعى اوعى يا ابني، انت في صابون في الارض دخل كده على طول. طب قول قول السلام عليكم، قول اي حاجه يا راجل، داخل على طول كده مفيش ولا سلام ولا كلام. احدث هنا يا بطل، حلو قنبله، اي كلام اي كلام في البتنجان. تمام يلا لسه بقى بطيء شويه شباب، كنت عايز واحد يكون طياره طياره. بيتي يا كول اوف ديوتي، بيتي بيت بصراحه يعني بجد، يعني كل ما انا بتطور بتتنيل. ها رحتوا فين يا جدعان؟ اوعى يا عمي، يلا فين واقف مستني يا ابن الدليفر 10 يا عم، تفكرني وانا صغير لما كنت لسه في الجيم. خلي بالك يا بطل، الولا قضى عليهم؟ اوه يا سلام عليك، سلام عليك، خلي بالك خلي بالك، واحد تاني هنا، واحد تاني، واحد تاني واقف فين ده؟ واقف فين على الخيطة؟ هو داخل جوه الحيطة ولا لا؟ أنا شايف حاجة والله على الماب. شباب تمام الولا قضى عليه،
تمام قشطة عليك. انزل بقى هنا يا ابو لذيذ، احنا كسبانين شباب. حرام يا رب هم السنايبر ده، ده كهربني وجلدني وعمل، بس انا بقول لك عمال يشتم. انا على الجنه يا جدعان، انا اللي هتجنن والله. لا ايوه ركز بقى، ركز كده في النشان بتاعك زي، ركز ركز يا حبي والله. قاعد بص عينيا خلاص نص وقت. انقذتني، شكرا لك يا حبي. ايوه قشطة عليك، انزل بهنا يا بطل. تمام. ايه يا عم الهبل ده؟ انت داخل ايه؟ داخل بتفجر نفسك؟ دي ايه حالة الدم دي؟ لا لا لا، ايه ده؟ انا اللي جايب موت اربعة بس؟ انا عايز اجيب خمسة عشان نحس، خمسة عشان اديله. هيدي الولد ده ومنديله، حلو. كان على وشك والله، كنت عايز اجيله بزاوية، بس يلا خير الزاوية ما جاتش. سامحوني يا شباب. الله، واحد هيجي اكيد في بلاوي سودا جاية، انا عارف. نيجي من هنا طيب؟ طب نيجي من هنا؟ يلا 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 يلا، انت النحس اللي جايب لنا النحس في الجيم. يلا يا بطل. فين العيال؟ فين العيال اختفت؟ ها؟ الجلد العيال جو، العيال اختفت بعد كده؟ استنى ما يجوا من هنا بقى. تعالى يا صغير، انا ما تقرفنيش، انا موتش ومنا. بس الجلد شباب الحمد لله التيم بتاعنا جلد، على الاقل انا عملت اي حاجه يعني. طيب مش داخل الجيم ماليش لازمه. انت جيت منين؟ جيت منين يا علا؟ جيت بزاويه كده ليه؟ انا تبت جرس ولا اي حاجه؟ انت بصه في السماء من ابتدى عليا والله، الله يخرب بيتك. بص عامله كده ما تفهمش البتاع النحس دي. اللذيذ. خلي بالك انت. ايه ده؟ ضل اجري يا علا، اجري يا علا، اجري يا علا. الولا قاعد مديني بالبوكس، انا طلعت اجري وربنا. ايه ده؟ انت في زحمه يا عيال، اللي اضحك فرم والله. قلت اخلع احسن الفت بجلدي. حيل يلا يلا حيل. خلي بالك القنبله بقى هنا كده، لازم نجلد جلده كده بقى محترمه. الولع عمال ينط زي العصفور ده، فرحان بنفسه ومستخبي هنا ورا الحيطه الصوصه. جاي لك يلا. اي واحد في القنبله كمان يا حبي. الله عليك الله عليك. لا ايوه خش تاني 25. حيلو حيلو القنبله هنا كده. ايوه لازم تخوف العيال. تمام هم جايين من نفس المكان ده، لازم تركز ركز يا حبي. ايه ده ايه ده ايه ده الزحمه دي؟ موتت واحد شباب الحمد لله، ثلاثه ضد واحد، ازاي يعني اجيبهم دول؟ هو في سلاح تاني ممكن اغيره شوفوا، بس احنا خلاص شبابنا وصلنا دقيقتين واحنا اللي كسبانين ان شاء الله. هدف قنبله، وده في الجنب هنا في الزاويه، بالزاويه يا ولد. تمام استنى نغير السلاح وربي لا غيره يا عم. يلا نجيب السلاح بقى التقيل، وزي ما تيجي تيجي. انا عندي من جاي جناني بقى، انا متعصبني انا دي. يلا يا بطل. واحد جاي من هنا، جاي من هنا. يلا يلا يا حبي، ده في بلاوي سودا جوه هنا. اوه ده جاي من ورايا. ايه يا جدعان الماب دي؟ اما انا الماب مزولاني كده. ايه يا عم انت ام الجهاز انت؟ ايه يا عم يا عم بس خلاص بقى يا شباب. هو ده بقى ده اللي هيجلده ان شاء الله، هيعلمه من الادب والله. خلي بالك انت بس، انت بتضرب فين يا احول؟ ده هم من الناحيه الثانيه. ربيتك حبيتك. يلا يا بطل يلا بقى، عايزين يا شباب مش هينفع كده يعني. انا داخل الجيم عشان نكسب مش عشان نخسر. العيال هتيجي من هنا يا شباب، العيال جايه من هنا. تمام ايه واحد بيطير في عصفوره شباب، تم جلد العصفوره. اوه نزل لي السياره بتاعته. حلو جاي لك يا حبي، جاي لك ناقصنا 100 نقطة بس شباب، 100 نقطة بس. يلا يا مسهل، اعتقد هم هيجوا من هنا من المكان ده. استنى كده العيال راحت فين؟ اوه ده انتوا كوم بقى، انا عايز اخد بقى درع يعني، استخبى ورا مكان كده اخد لي درع واجي جالد بقى يا شباب، لان السلاح ده هو حلو بس تقيل، عيبه بس لما تيجي تضرب بيه بقى تقيل في الضرب، فلازم تخد. يا لهوي في عيال بتصوت في الجيم يا جدعان. ايوه اجلد اجلد. الله عليك يا حبي، اتاخرت في الضرب. ايوه اوه 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 لا بس الحمد لله والله كسبنا يا جدعان، كسبنا. طب حلو فرقت جوز جيم، ده احنا طلع علينا يا راجل جوز جيم. ايه بس؟ طب انا فين؟ انا طلعت الكام؟ موت سبعة يا عم، أي خدمة أي خدمة تحسن أهو. يلا قول أعمل إيه؟ على عليك يا حبي، أوبا عطلوا أوب. والله عيب المشكلة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شو لايك سبسكرايب، تشترك معانا في القناة وتر، وتكتب لنا تعليق بخصوص السيف ده. وأشوفكم المرة الجاية مع فيديو جديد مع إيسي تيوب جيمنج. يلا سلام.